بعد ما اتكلمنا عن شكل تكوين مفصل الركبه، في اسباب، هذه الاسباب قد تؤدي الى خشونه الركبه. في البدايه كده، انا امتى اقول ان شخص عندي خشونه الركبه؟ يعني تعريف خشونه الركبه. تمام يا حبيبي. تعريف خشونه الركبه هو ديجنراتيف ديستراكتيف جوينت ديزيز، يعني مرض بيسبب تآكل وتحطيم للطبقه الملساء للمفصل. ايوه، يعني انا عندي سطح الركبه سطح املس، ده ربنا خلقه لنا كده، سطح املس انسيابي كويس، سهل الحركه. طبعا كل يوم عن يوم انا بعمل مجهود، بعمل تحميل زايد، عندي مشكله، لا قدر الله عندي اي مرض، المرض ده بيسبب بعدين خلل، زياده الوزن، ممكن زيادة تعمل الام ومشاكل، حركه غلط، قاعده غلط، كل الاسباب دي بتؤدي الى حدوث الايه؟ الخشونه. فالخشونه هو الخلل في الجوينت او في النعومه بتاعه المفصل. كويس. اذا اعتبرنا انه ده مفصل الركبه، هنا بيحصل الخلل ده، او الاحتكاك، ده. تمام، كويس كده. تمام، هذا الاحتكاك بقى ده معناه انه حدث خشونه او حدث مشكله في المفصل. تمام، كويس. تمام، احنا دلوقتي عرفنا الخشونة.